ايش يحيى سامي عمري 18 سنه شعبة علوم تجريبيه لا هذا العام هو عم يتزوج تاع البر عاوتو عجب بزاف مشاكل في ليكول تاعي صابري ما كنتش نفهم يعني شعري الشيوخ كانوا مستجدين ما يجي شيخ يروح يجي يروح عندي سيونس باك ثلاثه اساتذه في العلوم في العام في العام سما صاوا مشاكل يعني فات مكتب شربي ما جبته بسته سته ونص هذا العام توجهت لدروس الدعم هاكا خسيت شهر شهرين عجبني الحال لقيت عندي بك تحسن في المواد العام اللي فات ما كانوا دروس ما كنتش قاع فاهمه رحت الباك بلا ما كنت فاهم دروس هذا العام دوك الحمد لله قاع الدروس انا قرا ماني فاهمهم هاي صاحبي نسقسي سؤال سامي يشرف على تدريسه في ماده العلوم الطبيعيه